بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مرة أخرى كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الإخوة، نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من هذا البرنامج الذي أسأل الله عز وجل أن ينفع به الجميع، والترحيب موصول بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، المستشار في الديوان الملك. السلام السلام عليكم يا شيخ عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الله إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات. والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا، وأن يجعل أيامنا كلها سعيدة، وأن يعيننا فيها على ما يقربنا منه، وأن يرفع عنا وعن جميع العالم هذا الوباء. اللهم أمين، وجزاكم الله خيرا. وعلى بركة الله نبدأ هذه الحلقة بما بعث به أحد الإخوة يسأل عن شرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث الصحيح يا إخواني فيه ثلاثة قوانين كونية، أنظمة من رب العالمين. هذه الأنظمة تخالف المعقول، لكن مثل ما قال الله تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. القانون الأول: ما نقصت صدقة من مال. نحن نعرف الآن عند بعض مثلا 1000 ريال يطلع منه 25 يصبح العدد كم؟ 975، ينقص 100%. طيب الرسول يقول ما نقصت صدقة من مال، كيف هذا؟ نعم، رب العالمين بالحركة تنزل البركة، بالحركة ينزل البركة. الذين يزكون أموالهم تنمو، وهذا شيء يشاهد 100%. الذين يزكون والذين يصلون أرحامهم، رب العالمين يفتح لهم أبواب الرزق، وتجد أموالهم تنمو، ورب العالمين يخلف عليهم. وهذا القانون هذا قال الله عنه في القرآن الكريم: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهذا نظام كوني رب العالمين أعلنه للناس من أجل أن يقبلوا على ما ينفعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه يوميا ما تطلع الشمس إلا وملكان يناديان، أحدهما يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، ودعاء الملائكة مستجاب، والثاني يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. الذين يمسكون عن الواجبات ما يزكون، هؤلاء يا إخواني التلف سريع إلى أموالهم وقلة البركة، حتى مو بتلف، قلة البركة. بعض الناس الآن عنده مال ومال كثير لكن معذبه، مثل ما قال الله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا، أي يعذبهم عذاب. وقال الله تعالى: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. هذه النظام الأول، القانون الأول. النظام الثاني: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. بعض الناس يظن أنه إذا عفا أنها علامة الذلة والمهانة، أبدا، اعفوا من أجل الله
ويرفعك الله. هذا نظام إلهي، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. الشيطان يقول عفوك ذل، مثل ما يقول ترى المال بينقص. لما ذكر الله الصدقة قال الشيطان يعيدكم الفقر، ترى إذا تصدقتوا تفتقرون. هنا يقول إذا تعفوتوا تراكم تذلون، والناس يقولون أنتوا دجاج وأنتوا ما تأخذون حقكم وأنتوا وأنتوا، هذا كلام إبليس. لكن لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. رب العالمين يرفع مؤشر العز عندك. الثالث من الأنظمة التي ضمنها هذا الحديث، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هذا ينبغي إخوان، بعض الناس الآن يتكبر وينفخ نفسه ويشوف الهيبة ولازم يحافظ عليها أزود من اللزوم. نحن لا نقول اضعف هيبتك، لا، لكن نقول لا تصل إلى حد الكبر والعجب بالنفس. ترى إذا وصلت إلى حد الكبر والعجب بالنفس أبغضك الناس وأنزل الله قدرك. ولذلك يا إخواني المتكبرون يوم القيامة يحشرون، وشو مثله؟ أمثال النمل، يطأهم الناس. لو أنت تطأ الله يصيح تحتك، ها ها أنا فلان ابن فلان، وين هذا الكبر؟ الكبر هو الذي نزلك، الكبر هو الذي نزلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكبر، وذكر لنا الحديث القدسي أن الكبر سبب في دخول النار. الله تعالى يقول الحديث القدسي العظمة إزاري والكبرياء ورداري، من نازعني فيهما أدخلته ناري. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ذرة، والله يا بعض الناس فيه ترالات، ما هو ذرة، لا جاي يمشي يدفع البل وجاي يحس ودالينا مسكين، بلشان بلشان بهالكبر. وكبر يا إخواني من أمراض الشيطان. ما حرم الشيطان من الخير إلا لأنه أبى واستكبر، استكبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النظام، قال وما تواضع أحد لله إلا رفعه. انت تجد الآن الأخ اللي متواضع مع جماعته ومع ربعه ويسمع منهم ويجلس وياهم ويمشي وياهم، وإذا جيت يعني تشوفه مثل الناس طبيعي تجده مرتاح في نفسه، وتجد الناس مرتاحين معه، وتجد رب العالمين أيضا يرفعه، يعلي شأنه ويرفعه. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم الله معالي الشيخ. أيضا هذا السائل يقول يا شيخ عبد الله، هذه الأيام مع التحذير من قلة الاختلاط لا نستطيع زيارة الوالدين وبعض الأقارب، هل يكفي التواصل بطريق الاتصال والتوجيه للجميع بارك الله فيكم لتقدير الظروف لصالح الجميع؟ بس أخونا صاحب السؤال الظاهر أنها يعني ما أتقن سؤاله، يقول التحذير من قلة الاختلاط ولا التحذير من الاختلاط وكثرته؟ القلة لازم، القليل لازم يجي، فالتحذير الآن من فتح الاختلاط على بابه، ومن أن الإنسان يعني ما يبتعد. لكن أحيانا الاختلاط القليل يعني واحد يروح يشتري وبينه وبين البياع مع لزوم شو اسمه لزوم الحذر، او يصير عنده في بيته مع الكلام مع عياله ومع الالتزام، هذا قلة الاختلاط الان ما فيها تحذير. التحذير من الانفتاح في الاختلاط وعدم التزام الأنظمة في هذا. نعود الى موضوعنا يا إخواني، والله هذه الإجراءات اللي فرضتها وزارة الصحة ووزارة الداخلية كلها يا إخواني لمصلحتنا. ترى يا إخواني المرض خطير، جعله ما يجينا، آمين، جعلنا ما نشوفه في بيوتنا يا إخواني. والله إذا دخل بيت يا إخواني يعمهم، نسأل الله العافية والسلامة،
يعني مثل ما تقول يرشهم بويا. فيا إخواني احذروا احذروا وشوفوا، ترى الآن موجود في اليوتيوب صور لإخوانكم الذين ابتلوا به ويحذرون. واحد منهم يقول والله يا إخواني لو دريتوا عن إن الواحد وده يعيش في كهف مع في أشد المعاناة ولا يجيه كورونا، والثاني يقول مثل ذلك، والثالث. هذه تجارب الآن من إخوانكم الذين ابتلوا به وأنقذهم الله، وهناك أناس من إخوانكم ابتلوا به وانتقلوا للدار الآخرة. يا أحبابي بارك الله فيكم، التزموا بالتباعد واحتسبوا هذا عمل يقربكم من الله. احتسبوا يعني احتسبوا هذا التباعد أمر يقربكم من الله جل وعلا، طاعة لولي الأمر وحفاظا على النفس. والحفظ على النفس واجب. رب العالمين يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقدم على بلد فيها الطاعون، نهانا عن الاختلاط بالمرضى بمرضى الطاعون. الطاعون هو الوباء الذي ينتشر بسرعة يا إخواني. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ عبد الله. نتوقف مع هذا الفاصل، بعد ذلك نواصل إن شاء الله. نجدد الترحيب بكم أيها الإخوة والأخوات ومع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق. نعود إلى الأسئلة حفظكم الله. هذه المرأة أيضا بارك الله فيكم تسأل عن قضاء 6 من شوال، وتقول هل تبدأ المرأة بقضاء رمضان أو ب6 من شوال؟ هو الأفضل أنها تبدأ بقضاء رمضان. نعم. فإذا انتهت تصوم 6، حتى لو فرضنا أنها صامت 6 في شهر 11 هذا أفضل. لكن إذا قالت لا أنا أريد أني أصوم 6 وما أستطيع أن أقضي وأصوم، نقول لها أقضي صوم 6 في شوال وأقضي بعد ذلك، يجوز. نعم نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. من الأسئلة أيضا حفظكم الله، هذا يقول أبيع واشتري في الأسهم في عدة شركات أرغب في زكاتها، ولا يوجد لدي الآن سيولة نقدية لإخراج الزكاة، ولا أستطيع البيع بسبب نزول السوق، هل أنتظر وأقترض لإخراج الزكاة؟ هو لو جدول الزكاة الآن وضعها بحيث أني يخلصها في أقرب فرصة إن شاء الله نجوز له، إذا جدولها ورتب أموره، أو يقترض ويسدد، يقترض ويسدد. نعم أحسن الله إليكم. السائل يقول والدتي مريضة ومنومة في المستشفى منذ 6 سنوات تقريبا ولا تستطيع الصيام، ما الحكم، ماذا نعمل؟ وإن كانت والدتك عاقل يعني عقلها موجود فأنتم تطعمون عنها مسكين كل يوم، والمسكين تقريبا يقولون 1.5 كيلو من الأرز أو وجبة، سواء جمعت هذه في يوم واحد. يعني بعض الناس يقول أنا ما مستطيع كل يوم يشق علي، نقول له يا أخي أخرج الإطعام مرة واحدة، سواء كان 40 كيلو كيس كبير أو 45 أو حتى 10 كيلو 4 قطع، 10 كيلو 10 كيلو 10 كيلو، تنفعها الأربع أسر، تكفي هذه عن صيام شهر كامل. وإن زدت وضعت مع الأرز كيس الصغير 10 كيلو، وضعت 3 دجاجات، وضعت جالون زيت من الزيوت الأطعمة، هذه أيضا طيب وجيد وجزاك الله خير. هذا أحد الأخوة يسأل ويقول ما حكم هذه العبارة، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله والهادي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم.
ونحن نشهد بذلك، لكننا لا نشهد بأنه الهادي إلى رضوانه وحده، بل الدعاة على دينه أتباعه يهدون. والله تعالى يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. قال: ولكل قوم هاد. قال: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فالهداة كثير، الدعاة هم من الهداة. فإذا كان يقصد والهادي إلى رضوانه الهادي الوحيد، هذه لا. الرسول علمنا أن جميع الدعاة هداة إلى دين الله، لكن إذا كان يقصد أنه الهادي في هذه الأمة الأول والذي يجب اتباعه، والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، ما في شك في أن حبيبي صلى الله عليه وسلم هو المستحق الأول لهذا الوصف، وصف الهادي. نعم، أحسن الله إليكم. هذا أبو طلال يا شيخ عبد الله يسأل ويقول: هل يجوز أشتري من زكاة المال ذبيحة ثم أوزعها؟ بعض المرات يجوز، لكن في بعض الناس ما يريد يخرج نقود، يريد يخرج كلش عروض تجارة، تجد يشتري مقاضي ويعني ويذبح ذبائح وكذا، ولو قلت له عط الفقير سدا قال لا أنا بشتري له أنا بوديه، أنا لو أعطيه إياه يمكن يروح يدخن فيها، يمكن يروح طيب ابن الحلال عنده حاجات أخرى، هو بس هو الفقير ده مو محتاجنا للحم والرز، عنده يا أخي عنده عند زوجته ربما يحتاجون علاج، ربما يحتاجون يعني خراب في بيوتهم، كهرباء سباكة شيء، ربما يحتاجون يا أخي حاجات الكرامات دهون، أشياء كثيرة ما تنتهي. لكن هذا أخونا ذا يقول لا زكاتي في رز وفي لحم وفي هذا، يا إخواني ما يجوز إذا كان كل زكاته. لكن لو فرضنا أن عند هذا الرجل زكاة 5000 ريال، قال أبشتري 1000 مقاضي أوزعها و4000 أبوزعها فلوس، إن شاء الله يجوز مثل هذا. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر بارك الله فيكم معالي الشيخ عبد الله، يقول: كنت صائم ومرضت وذهبت إلى الدكتور وأعطاني إبرة ضد الألم، ما حكم صيامي؟ الإبرة التي ضد الألم لا تفطر المهدئة، لكن إذا كان معها مغذي، إذا كان مع هذه المهدئ حقنة في مغذية، فإن المغذي حينئذ يفطر، الجلوكوز هذا يفطر لأنه يقوم مقام الأكل. نعم بارك الله فيكم. هذا يسأل عن قتل الحيوانات المؤذية، حيث يقول: في قريتنا قرود مؤذية، هل يجوز قتلها لدفع أذاهم؟ القاعدة الشرعية أن كل مؤذي يقتل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، 5 فواسق يقتلن في الحرم، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم العقرب والحداء وكلب العقور والفأرة والحية، هذه مؤذيات. فإذا كانت القرود عند القرود يعني موجودة في كثير في الجبل هنا من الطائف لين حدود اليمن في المملكة العربية السعودية نشوف القرود، فإذا وجد أنها تؤذي فحينئذ يجوز قتلها. لكن يا إخواني بما أن الحياة الآن منظمة وفي جهات مسؤولة، الآن عندنا البلدية مسؤولة داخل المدن، وعندنا الحياة الفطرية أيضا مسؤولة عن مثل هذه الأمور، فينبغي يا إخواني إن يعني قبل ما يقتلون الناس هذه الحيوانات يتصلون على البلدية، يتصلون على الحياة الفطرية ويقولوا لهم: ترى عندنا قرود مذيتنا، وشوفون وش الحل لها. لأن بعض الإخوان الآن يسأل يقول: هل يجوز نجعل لها سم؟ وبعضهم يقول: هل يجوز أطلق عليها النار؟ وبعضهم يقول: أنا أحط لها كمين.
فمثل هذه الأسئلة ينبغي يا إخواني أن الجهة المسؤولة سواء كانت في المدينة أو خارج المدينة تجيب عنها، وتنتشر هذه المعلومة، تنشر هذه المعلومة لتصبح من متيسر الناس. والذي يريد أيضا أن يقتل الآن ما في محل، ما في بلدية أبدا، يتصل على البلدية ويسألهم. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ عبد الله. هذا يقول السائل أنه مصاب بجلطة في القدم اليسرى، ومن ضمن العلاج لبس شراب في المصابة، وتبقى القدم اليمنى بدون شراب، كيف تكون طريقة الوضوء؟ يمسح اليد اللي على الرجل اللي على الشراب ويغسل الثانية، لأنه ليس شرط إذا كان هناك حاجة أن يلبس الثنتين. لنفرض الآن الرجل اللي والآن لابس للمريضة، لكن خلنا نفرض ثانية أن الرجل هذه صحيحة ولبس عليها، والرجل الثانية فيها حساسية ما يستطيع يلبس شراب، وحنا اشتاي بيد ضعيف، ها؟ فيجوز يا إخواني أنه يلبس في رجل ويترك رجل، سواء كانت الرجل الملبوس لها سليمة أو والأخرى لها عذر، أو كانت هذه لها عذر والثانية سليمة يجوز. فإذا جاز أن يلبس لإحداهما جوارب والثانية لا، جاز أن يمسح على ذات الجورب وأن يغسل من ليس عليها جورب. جزاك الله خير يا شيخ عبد الله، وبارك الله فيك وفي علمك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتك. وأنا يا أخي في نهاية هذا اللقاء أسأل الله تعالى أن يجزيك وإخوانك القائمين على هذا البرنامج خير الجزاء، وأسأل الله تعالى لجنودنا المرابطين على الحدود أن الله تعالى يثبت أقدامهم ويغفر ذنوبهم، وأن يعينهم بنصره المؤزر، وأن يخذل أعداءهم أعداء الدين. وأسأل الله تعالى لإخواننا الأطباء والممارسين الصحيين والإداريين الذين في المستشفيات يعالجون الناس ويكافحون هذا الوباء، أسأل الله تعالى أن يخلف عليهم ما ذهب من أوقاتهم في المستشفيات، وأن الله تعالى يحفظهم بحفظه من هذا الوباء ويبارك في جهودهم، وأن يرزقهم صحة في أنفسهم وفي أهليهم من زوجاتهم وأبنائهم. وأسأل الله تعالى لبلدنا هذا أن يبقى آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ لنا ولي أمرنا وولي عهده، وأن يجعل فيهم السداد والبركة، وأن يجعلهم عزا لهذا البلد وأمنا لها، وأن يمتعنا وإياكم على خير، وأن يرفع عنا هذا الوباء. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين وعن العالم أجمعين هذا الوباء يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم، وسائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وقد أجاب عن أسئلتكم وما استفسرتم عنه معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، جزا الله الشيخ خير الجزاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يعيد هذا العيد علينا أعواما عديدة، وبلادنا ولله الحمد تعيش في أمن وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.